خد خد تعالى تعالى اقول لك على 6 انواع من الاكل تاكلهم لابنك عشان تبقى بتغذيه صح. وقبل ما نتكلم في اي حاجه طبعا ما تنساش اللايك والشير. واحد وهو البروتين، يعني تاكل ابنك بقى فراخ، تاكله لحمه بس لحمه من غير دهون، تاكله سمك، تاكله بيض، تاكله مكسرات، تاكله فول صويا. 2 وهي الفاكهه، ولازم تعود ابنك على انه ياكل فاكهه متنوعه من جميع الانواع. 3 وهو الخضار، والخضار ده بقى مهم جدا، وخصوصا الحاجات اللي فيها ايه حبوب وبذور زي مثلا البسلة، الحاجات اللي زي كده. تمام. 4 وهي الحبوب، الحبوب يعني بدل ما نروح نعمل الايه المكرونه والعيش والحاجات دي، دي العادي نعملها بدقيق الشوفان او بالقمح. تمام. الرز بدل ما ناكل رز ابيض عادي ناكل رز اللي هو البني او الرز البري. 5 عندك الحليب ومشتقاته، طبعا احنا عارفين انه في اطفال كتير ما بيحبوش اللبن، ودي مصيبه مصيبه. لازم تركز كويس مع ابنك في موضوع اللبن ده وتحاول تشجعه على الموضوع ده. انت مثلا لو شربت كوبايه اللبن دي انا هجيب لك مثلا شوكولاته او كده. تمام. عندك اللبن، عندك الجبنه، بس الجبنه الايه منزوعه الدسم زي مثلا القريش او مخفضه الدسم. تمام. بتتباع في المحلات بس مثلا غاليه شويه، بس نحاول يعني تمام على قد ما نقدر برضه. 6 وهو البلح او التمر مع عسل النحل. انت عندك اصلا عسل النحل ده بيزود امتصاص الكالسيوم 30%، واكتر عنصر اصلا في كالسيوم وبوتاسيوم وحديد هو البلح، فالبلح اصلا غذاء كامل الدسم. احنا كده عالجنا هشاشة العظام، عالجنا الانيميا، عالجنا سوء الهضم. وده كان نهاية الفيديو، وبمناسبة حلول الشهر الكريم علينا اعاده الله عليكم باليمن والبركات، احنا المرة الجاية هنتكلم عن طريقة التغذية الصحيحة في رمضان. وما تنساش كابتن شوشة عمره ما يخليك بلوشة.